السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا الأخ وين رانا دوك؟ البقعة اللي راه البقعة. وين راك واقف؟ وين راني واقف؟ راني واقف عند دويرتي. أظن ديار تاعي. طاتلي البلدية. مستفاد من بناء الريفي. ها؟ واليوم راني لقيت روحي في فلسطين. وكواغطك عندك؟ الكواغط نتاعي عندي مريقلين، عندي رخصة البناء، عندي المقررة. عندي محضر التوتيد، عندي البلون تاع املاك الدوله، مديريه املاك الدوله، البلون ثابت بالمخطط بكل شيء. وعلاه ريبولك؟ ريبولي كاين الانسان هذا الخصم نتاعي يقول له ولد المدني الخربوشي. ايوا حياته كاع في العداله من قبل ما نزيد انا باللي كانت فرنسا هنا، هو يخدم مع العداله مع فرنسا، ومع بعد كي جا الجزائر ولا هو ثاني ولا يخدم القوالب الجزائريين نتاعنا. المهم عنده حياته مدة 46 سنة أو 50 سنة هو غير مع المحاكم، صافي يدير مارقع ليا في الصوالح هذوما، ما نقدرلوش. ولا ما تقدرلوش؟ ما نقدرلوش منين؟ أولا ماديا هو عنده الشكارة، وأنا إنسان فقير ما عنديش، لاباي تاعي عندي 540 ألف داخل في الشبكة الاجتماعية، زوالي. تاع الشمارة؟ تاع الشمارة. جبت معاه في السروعات، جبت معاه في السروعات، ما قعد لي والو، ما خليت ذهب، ما خليت حاشاكم الكلاب وبعتهم. سلاق وباتهم الجاجي وما خليت حتى جاجة، بقاو لي الا الاولاد قاعد مستحفظ بوليداتي، المصروف اللي تعطيه للدوله الشبكه الاجتماعيه ناكل بيه الخبز. واليوم تغلب عليا لا اله الا الله، جريت جريت ما لقيت ما نجري، وشديت في ربي سبحانه. والحكم والحكم كي توصلوا للمحكمه واش الحكم؟ نوري لك كذا حاشا العداله، عداله ما مستنيش، عداله يقول لك ثقه في الوثيقه، مشى بطريقه تحايل وتظلل العداله بزاف. كيفاش تحايل لهم وكيفاش دار لهم؟ كاين الخبير العقاري هذا يقولوا له بالدار مولود، ولد المدني الخربوشي هذا، والكلام هذا راني مسؤول عليه انا، نعطيك نمرو يلا ادريس تاعي كل شيء تعرفوني، ثاني انسان بسيط، والمسؤول الحديث هذا انا نتحمل المسؤوليه تاعو. بالدار مولود هذا وولد المدني الخربوشي هذا الله يهديه راه في شريطة، على كل حال تعوق معوق في شريطة ومعوق، وقال لهم نشتي نشوف هاكي تريب. هذا هي صفة صفة الإنسان والمسلم هكذا يا عباد، هذا الدين تاع ربي هذا اللي راهم يمشوا بيه. المهم هذا ولد المدني الخربوشي خدم الخدمة مع الخبير العقاري، خبيث ماهوش خبير، العقاري. واش قال له؟ وكتب دار له في البلاصة هذه هنا، والبلاصة هذه ملك للدولة، وعندي الوثائق الرسمية. والكل نهار اللي خدموا الخدمة والخبير دارها من صالح ولد المدني الخربوشي هذا، اقتضى الأمر باللي تنفيذ القرار هذا بالهدم وذيك وذيك، والحمد لله أنا ما درت حتى إشكال مع العدالة ومع الدولة صفتها بصفة عامة. قال لي فرغ الدار كذا كذا، ما كاش مشكل. قلت المفتاح، المفتاح تاع الباب لقاه لاصق فيه تهريه، ما استعملت حتى شيء. ولاد البلاد قالوا لي كيفاه، قلت لهم خلوه يخدم هالقانون، ما استعملتش العنف، العنف ما استعملت، ما استعملتش. ورجال الدرك هما اللي راه عندهم كل شيء، اخدم الخدمه. نهار اللي لحقت للدوله وكذا وقرار نهائي، جريت للوالي، الوالي زعزع، النايب العام قال لي ما عندي ما ندير لك، البلدية هنا خلاص عقب يعني خرجت من يديهم كاع. عيطت لهذه الجماعات المحلية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عيطت لهم ومركوا نمرويا ومركوا كذا وروح، واللي روح ما كان والو. درك واش راك طالب الاخر؟ درك انا واش نطالب خويا؟ انسان الحاجة الاولى اللي نطالبها، ونزيد نقول لكم على واحد الحاجة. الانسان هذا اللي راه يدعى باللي الملك هذا نتاعو، ما عندوش الملك، عنده الملك صح في القطارات، بصح من الطريق الوطني لتحت، ها هو راه جاري جاري لتحتاني من الطريق ليه، ها هو حاكم عليه، وحاكم حاكم عليه وربحوا، هذا السيد اللي راه جاري ربح هذا ولد المدني الخربوشي، يعني بعيد عليا كل البعد، ما يلحقش حتى للطريق الوطني هنا، وانا راني هنا في ارض الدولة حرة، دولة صح. ولكن لسوء الحظ ما قدرتش وتخلطت عليا، وانسان زواري راكم تعرفوه، الكبير ياكل الصغير، هذه هي. ما عندكش المعرفه ولا الجهه؟ ما عنديش، عندي سيدي ربي برك،
بوثائقي ما كلاوش. درك واش راك طالب من البلدية؟ من انا واش نطالب من البلدية وليداتي راهم يتلاعبوا كلابيها وراه الكلب المخلوق هذا كي بلا وشكون الصجرات هذو نهاهم وراهم هام صجرات هام الصجرات هذو لك شكون اللي يتولاهم؟ يتولاهم انا وربي حاسبني عليهم. هاي وراها 60 صجرة. نقول لكم واحد الشيء راني نقول لكم واحد الشيء راني نسيتو. البقعة هذه اللي راني نتحدث لكم عليها في سنة 1954 والديا كانوا حاطين هنا جدودي كانوا حاطين هنا من 54 الباسان الجب اللي خدموه في 54 هاني ضرب نديكم تروحوا تشوفوه. واحدة ثانية حوج تاع التراب راه وراه مازال الاثار تاعو الضرب. هذاك الحوج تاع التراب نتاعنا بوخرشة تاع عمي راه مازالو في الحياه.